نحن اليوم مسرورون لأننا هذه المرة نعيش حقبة جديدة ومشرقة من هذه الحكاية، مع تاريخ جديد وإشراقة جديدة وأمل جديد. ولا شك أن أفضل من يمنحنا هذا الأمل هو أمير الإنسانية، والذي سنشهد معه اليوم إدارة العجلة، عجلة التقدم، إذاناً ببدء تصدير أول شحنة من النفط الكويتي الخفيف عالي الجودة. يتفضل سمو أمير البلاد بمعية معالي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء السيد المهندس بخيت الرشيدي، والسيد نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، والسيد جمال جعفر الرئيس التنفيذي بشركة نفط الكويت، والمهندس السيد مناح العنزي نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف. نفخر ويشرفنا يا سمو الأمير أن تبقى هذه اللحظات في أذهاننا جميعاً.